معروف عنك ان انت صريحه وجريئه، ارجوكي قولي. فلانا نجلاء فتحي قالت لك لما انا كنت مش عايزه اصور، انا فاكره كويس بعدين وقت رمضان لما دخلتي الحمام تعيطي المشهد بتاع عمرو عبد الجليل، قلت لها لا انا مش عايزه اصور احنا في رمضان. قالتلي بقى انا كنت صغيره قوي، انت بتكلفي 16 سنه 17 سنه مصوره الفيديو ديسكو ديسكو، انا 17 سنه بالظبط. فالمهم فقعدت قالت لي بصي يا حبيبتي، رمضان ده معمول عشان الناس الفقراء والناس اللي هم الغني بيعملوا نفسهم ان هم ما بياكلوش علشان قدام الناس الفقراء يعني وكده، يعني رمضان ده بتاع الفقراء بس، مش بتاع الناس. عندنا احنا عندنا اكل نصوم ليه؟ انا نجلاء فتحي قالت لي كده. نجلاء فتحي كانت عايزه تقنعني اعمل المشهد، فقالت لي ان رمضان ده بتاع الفقراء.